أكبر من إمكانية الجمهورية اليمنية. هذا بحيث وحده هذا الضابط الرفيع في الجيش الوطني يتذكر أن بلاده سبق لها في العام 1997 أن وقعت على اتفاقية حظر استخدام الألغام. طبعا وقعت الجمهورية اليمنية على اتفاقية أوتاوا بعد اللي تصنيعها أو زرعها أو الغيام اللي باستخدامها. لكن عناصر الميليشيا وهم يزرعون الأرض بالمتفجرات لا يتذكرون غير عداوتهم للآخرين وأمانهم في القتل. وضعوها في داخل بقالات من أجل تفجير بقالات المواطنين والقضاء على المواطنين، كما إنهم انتقامهم حتى من المواطن البسيط الذين يشقى على أسرته ويطلب الله في داخل بقالته يضع له العبوات الناس في هذه. امتلأت مخازن الجيش الوطني بالألغام المستخرجة من مختلف المناطق المحررة، وكانت هذه الأكوام كفيلة بإزهاق عشرات الأرواح من المدنيين وبتر أقدامهم وأياديهم وجعل المستقبل ممتلئا بذكرى الحرب التي لا تزول بفعل توقفها، بل تظل في أجسادهم وحياتهم لعشرات السنين. لقد كانت الأجسام المشوهة في أنحاء العالم هي الدافع الرئيس لإيجاد اتفاق يحظر استخدام الألغام ويجعلها من جرائم حرب. تصر الميليشيا على تكرارها دوما رغم نداءات المنظمات الدولية، والتي كان آخرها ما دعت إليه هيومن رايتس واتش ميليشيا الحوثي بضرورة توقفها عن زرع الألغام في طريق اليمنيين. فبعد هذه النداءات حصدت الألغام عشرات الضحايا وجعلتهم عاجزين عن السير من جديد وعن العودة إلى حياتهم الطبيعية، وأحالت بينهم وبين مستقبلهم الذي عجزوا عن الوصول إليه أو السير نحوه.